علاش انا راني ما كنتش مدين وكنت نتكيف ولا نبلع ولا ندير اي حاجه وطايش في الدنيا وتلقاني نضحك ونقصر وكذا، ومن بعد كي نولي ندين ولي ما نضحكش للناس. علاه؟ عندي فهم خاطئ للتدين، وليت نجوز على الناس ما كاينش ضحكه ما كاينش كذا. علاه؟ عندي واحد الصوره فقط على النبي عليه الصلاه والسلام باللي كان يعبد الله ويبكي وكذا، بصح كاين جوانب عاطفيه، كاين حياه اجتماعيه، هذه السيره النبويه. علاه العلماء خلطوا عطاونا خليط، عطاونا حاجه ممزوجه، حبوا يقولوا لنا هاي البشريه. الرسول عليه الصلاه والسلام قالوا له انت رسول الله؟ قال قولوا انا عبد الله ورسوله. لازم نفهموا، لازم كاين كلمه فيها ابعاد. وانا دائما انادي واقول، يعني وحنا تخصصنا في الكتاب والسنه والدراسات الموضوعيه، دائما نقول للناس، نقول لهم الان لا يكفينا اننا نقرا شروح الاحاديث والايات فقط، وانما لازم نقراو كما كان يقول الشيخ بن باديس رحمه الله. وعلاش حنا نحبوا تفسير بن باديس رحمه الله؟ علاه نحبوه؟ لانه فيه لمسات حقيقه المعنى يسموها. كاين معنى تاع الحديث وكاين حقيقه المعنى وكاين ابعاد المعنى. علاه راه يتكلم او كاين حاجه بعيده ومن بعد تلقاها انت ومن بعد تفهمها. هو الان هكذا احنا لازم نكونوا، لازم توظيف السيره النبويه في حياتنا اليوميه انتماء واقتداء. ولهذا هذه من النقاط. النقطه الاخرى وشنو هي؟ انه ما كاش واحد كي نقراو السيره النبويه راح نفهموا واحد الحاجه، انه ما كاش انسان يتجسد فيه كما كان يقول فضيله الشيخ ان السيره النبويه هي عباره عن ميدان عملي للكتاب والسنه. شو الواحد يقول لك اسمع تحب تشوف البراتيك، تشوف حجم التطبيق تاع الكتاب والسنه، اروح لي انا. شكون هو اللي قالنا هذا الكلام؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي شرحته لنا من؟ امنا عائشه رضي الله عنها، لما جاء لها عندها وقيل لها يا ام المؤمنين صفي لنا كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يا خليني نبه على واحد الحاجه ما يذكروهاش بزاف الناس في هذه اللقطه، احنا كاع نقولوا هذا الكلام هذا، هذه الحديثه كاع نذكروها. شوفوا التابعين واش سالوا عطاء وغيره، واش سالوا؟ قالوا له احكي لنا عن الاخلاق. قال له وصفينا الاخلاق، لان من اهم الاشياء التي تكون في الدين تاع الانسان هي الاخلاق. فقالت لهم هي او تقرا القران؟ قالت له تقرا القران؟ قال نقرا القران. قالت له كان خلقه القران. قالت له سيدك محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا جميعا الله يحشرنا معه كان تطبيق للقران. اذا كان نحبين السنه الحقيقيه تطبيق للقران في المعامله في العباده في كلش في كلش، كيفاش يلبس الحذاء وكيفاش ينحي الحذاء وكيفاش يصلي صلاته، كيفاش يتوضا، كيفاش يبر والديه، كيفاش يكون في السوق في الحانوت، كيفاش يبيع، كيفاش يقاري سيارته، كلش محمد صلى الله عليه وسلم كلش. ماشي فقط انا اقف على بعض الامور التي هي ربما اشتري بها سما ذاتيا داخلي، اللي هي مثلا صفه الصلاه، الحج، العمره، كذا، هكذا نديرهم في الواجهه، ومن بعد انايا نتعامل كيما نحب انا، مع زوجتي نولي كي الشيطان، جبروت في البيت، او انني نتعامل مع الناس برا بالخداع، في الغش، في التجاره، في مكتبي، في وظيفتي، ومن بعد نقول انا، وانا ندخل على 8 نجي على 10، انا ندخل على 8 ونجي على 10، ولا نهرب ومن بعد الناس يديروني حاضر. وانا يعني نصلي صفه صلاه النبي عليه الصلاه والسلام. كاين تناقض كبير نعيشه في حياتنا، عندنا فهم خاطئ للتدين الان. لذلك الان نعيش فوضى علميه، نعيش فوضى كذلك في التدين، لازمنا نولوا القدوه تاعنا. يقول لك اذا تاه الانسان، احنا في الصحراء جماعه واش يقول لك؟ يقول لك روح الى في الصحراء اسال الخريت. الانسان هذاك اللي يعرف يقول لك باللي هاي طريق هاي طريق. احنا هكذا ثاني. إلا تلفت لنا نعاود نقول لمحمد صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر. فإذا احنا نشوفوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو عبارة عن إنسان وعنده بشريته، ما كانش يعيش تدين فقط، كان عنده بشرية. ومنها ننتقل إلى التلميح الثالث وهو ماذا؟ شوفوا كي نعرفوا بلي الرسول عليه الصلاة والسلام قال قولوا عبد الله ورسوله، كانت عنده أحوال بشرية. الأحوال البشرية للرسول صلى الله عليه وسلم صنفوها في الشمائل، والاحوال السيريه اللي هي القدوه التي تتمثل في التشريع غالبا داروها في السيره. لو كنت تقراوا كتب الصحابه رضي الله عنهم او كتب التابعين وكتب من بعدهم والجمع تاعهم، واش داروا لنا؟ داروا لنا الشمائل المحمديه للامام الترمذي رحمه الله مثلا، داروا لنا لمحات من السيره النبويه الامام مالك رحمه الله، ذكر بعض اللقطات او المواقف الكثيره من حياه النبي عليه الصلاه والسلام في موطئه، وحتى في سيره النبي وابن هشام وغيرهم ذكروا لنا ماذا؟ سيره الرسول عليه الصلاه والسلام. بصح كاين شمائل يحكي لك حتى الفراش تاعو كيفاش عامل، كيفاش كان السيف تاعو عامل، هذه يسموها الشمائل.
هذه تشمل حتى ما قبل السيرة. كيفاش كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل الطاسة اللي يكون فيها يأكل فيها ليتوضى فيها من واش مخدومة من الجلد؟ حلا علاش يقولوا هذه؟ حبوا يقولون بلي البشر كما انتم هذا راهو أب وعنده الأولاد وعنده المصاريف وعنده كذا وعنده مشاكل عائلية وراه تصرى بينه وبين زوجته مشاكل. قالت له العائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقولها إني لا أعلم متى تكونين علي غاضبة ومتى تكوني عني راضية. قال نهار تقول تكوني راضية معايا ولاباس وسلامات زوج مع زوجته سلامات الأمور تقولي وربي محمد، ونهار تكوني زعفانة عليا تقولي وربي إبراهيم. عادي عادي يغضبوا مع بعضهم وتبعات وتسبت عليه ولا هزها حتى وجحها في صدرها ضربها زعف عليها غضب. الزوج مع زوجته هذا مكان كيما احنا دركا تشوف فينا احنا رانا قاعدين هنايا في المنصة ونديروا الدروس ويجي إمام آخر ودكتور ويجي عالم ربما عالمي يقعد هنا ويجي يدلك درس وتروح ليه الدار وتلقاه أب. وهذا هو اللي لازم نعيشه حنايا. أنا إمام دوك ندخل داري ما نقعدش إمام، عيبك نقعد إمام، نولي أب. أب في الدين في خوف من الله بصح أب. زوج زوج بعاطفتي مع زوجتي، أب مع أولادي عادي ما بديش أنا أتعامل مع أولادي كإمام ما جاتش. إذن الآن أنت تفضل تصورت أنت قاضي قاضي تدخل دارك تدخل بعقلية القاضي لا، تدخل بزوجتك مع زوجتك مع أهلك. كانت إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام تصف لنا هذه عبد الله ورسوله. أنا ركزوا معايا على هذه، ديها الفائدة اللي تكفيك. عبد الله ورسوله بلي أنت عادي تقدر تغلط، أنت إنسان وعاود رقع وسقم ماشي مشكل، نقبلوا منك أنت متدين وغلط عاود ارجع. قالها النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وما كاش مشكل ونكملوا طريقنا والرب رحيم سبحانه وتعالى عادي مش مشكل. باش ما يعودوش نقولوا هذا كنبي هذا كنبي تلحقوا نتايا تسمى يولي ما كاش قدوة مالا ما تحقوش ما يديرناش قدوة. إذا لازم نقولوا كما هو، هو بشر وحنا بشر. قال إني لا أوعك وعك الرجلين الشديدين منكم. يمرض وتحكم السطر زوج مرات علينا الدوبل تاعنا. قال أنا كيما أنتم نمرض وإني لا أوعك وعك الرجلين الشديدين منكم، يعني دوبلال ربي الألم عليه الصلاة والسلام. بشر كيما احنا كان يجوع خرجوا الجوع بداره، وكان عليه الصلاة والسلام يغضب على زوجته عادي كيما نغضبوا حنايا. وهذه كاملة تبين البشرية تاع النبي عليه الصلاة والسلام. زوجته قالت لنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل الدار يداعبنا، يعني يقصر معنا ويحكي ويضحك وكذا عادي يقصر معنا كما الأب، ويمازحنا عادي في الدار عادي أب. فإذا أذن المؤذن كأنه لا يعرفنا. شفت كيفاش الحكاية؟ كي يجي الأذان صلاة السلام عليكم يولى إمام بعد ولا تما ولا إمام. احنا لازم نعيشوا هذا، لازم نعيشوا برا كما رانا مع الناس، ماشي معناتها نخلو اخلاقنا تتدنى، لا نعيشوا احنا الادوار نتاعنا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلعب ادوار، كانت عنده ادوار كثيره، كان دور نتاع ولي الامر هو كلش، وكان يلعب دور ماذا؟ قائدا. بعض العلماء صنفوا كان لواءات جنرالات في الحرب، صنفوا كتبا محمود شيد خطاب صنف كتاب الرسول القائد. تشوف النبي عليه الصلاة والسلام عسكري بخططه الحربية عادي يشاور مجلس الشورى كذا قائد أركان، يتعامل بقائد أركان، هو يعطي قدوة، يعطي قدوة النبي عليه الصلاة والسلام لمن؟ لأي واحد يكون قائد أركان ولا قائد عسكري باللي تقدر تعيش ثاني تقوم الليل ومن بعد تحولوا له إلى عبد. تقول أن عائشة كان يقوم الليل حتى تتورم قدمه، وهو اللي كان قائد أركان هو نفسه. فإذا تولي وهو نفسه شاف الطفلة الصغيرة هذيك من اثيوبيا، طفله صغيره كيما نلقاهم احنا دوكا في الفيروج يطلبوا كذا من افريقيا صغار، طفله صغيره من اثيوبيا لبست في اوروبا جديده. قال لها سنه باللغه تاع الاثيوبيا وتشابه شحال شابه ما شاء الله. شوف كيما هذاك هو نفسه القائد الذي امر بقطع اليد، ونفسه هو القائد الذي قدر الخطه الحربيه، ونفسه هو الذي نزل الحكم تاع القاضي، ونفسه هو الانسان الذي كان الوالي تاعهم الكبير ويدير القرارات وغير ذلك. هو نفسه مع طفلة صغيرة قالها إيه ما شاء الله شحركي شابة نفس الشيء. شفت الأدوار أنت تاني تقدر تكون هكذا، تقدر تكون إنسان سائق أجرة وتقصر مع الناس وتدخل الدار وتنحي سائق الأجرة وما تدخلش بعقلية سائق الأجرة ولا بعقلية أنك أنت إنسان مسؤول لا تدخل وانت يا وتقصر وتلعب مع الدراري وعادي. وسنجد هذا إن شاء الله في حياتنا اليومية التي نعيشها إذا اقتدينا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وانظروا الآن إلى بعض اللمسات، نديروا عبور خفيف على لمسات النبي عليه الصلاة والسلام التربوية. شوفوا نعطيكم مثال ونبدأ بأهم حاجة، أهم حاجة ماشي
بالنسبة للترتيب الإيماني كامل، لأنه أهم حاجة في حياته شنية هو الإيمان الذي نملكه في قلوبنا، توحيد الله والتعلق به وغير ذلك. ولكن إحنا أهم حاجة بالنسبة للمنظور التربوي، ولكن دخل في هذا الأمر هذا لأني سأذكره. إحنا أهم حاجة بقوش عندنا يا إخواني الكرام، تكون تعنا من واش؟ منك مني، منك ومني، ولا لا لا، إحنا المجتمع هذا مين يتكون؟ بالراعي بالراعية، كامل كامل هما عبارة عن مورد بشري. ولذلك الدول التي الآن نجحت، نجحت حتى في الحضارة الاقتصادية وغيرها، حتى في الحضارة التربوية، منظومة التربوية تاعها، سنغافورة، ماليزيا، الصين مثلا، هذو باش نجحوا بالنظر إلى المورد البشري. اليابان على رأسهم، نجحوا بماذا؟ يعني في ميادين عدة، ميادين عدة، وإحنا ننجحوا في الميدان الديني الاجتماعي الاقتصادي السياسي كما حبيت. أنك تسقم إنسان، تكون لنا إنسانا، شخصية، بناء الشخصية الذي كما كان يتفضل الشيخ أن تبدأ من الأسرة والتربية الأسرية وغيرها. الشخصية نبني ناس، اللي رانا الآن تصوروا أن الشعب كله يشكي من الشعب، الشعب راهو كامل يشكي من بعضها، يقول لك هذو ما مش جيران، وهذو ماش نشوف، شوفوا نرموا الوساخ، شوفوا اش داروا هذه، شوفوا اش عملوا لي كذا، وانا يا هاد العباد هذو كنلقى نحرقهم بالنار. كل واحد يشكي من الناس، كرهوا بعضهم البعض. علاه؟ لاننا نسيء الى بعضنا البعض، وكون الناس كامل يحبوا الساشي الكحل على الساشي البيض. ماذا بيه يقول لك العباد يقرع جوش عندي الداخل، وماذا بيه يدير السطره، دير لي ثلاثه ساشيات دير عمر لي. اما وش عباده دوك تاع الحومه هذو؟ كاع خايفين من بعضنا البعض. وتجي يشري حاجه قول له خلي زوج تاع لي كيكونوا راقدين ندخلوها للدار. ما يحبوش الناس تعرف عليهم. علاه؟ لاننا عندنا خوف من انفسنا، عندنا خوف من ذواتنا. حتى كما كان يقول الشيخ، ولا الانسان يوصي ولاده على عمهم، قول ما تقولوا لهمش باللي درنا هذه وكذا. علاه؟ لماذا؟ لانه كاين عداء. عداء هذا منين جا؟ من ضعف الشخصيه، من سوء تصرف الشخصيه. الان الرسول عليه الصلاه والسلام بنى لنا شخصيه، وعلمنا بان الشخصيه هي اهم ما يكون، وهذه من اهم اللمسات التربويه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بناء الشخصيه القويه. يتمثل ذلك في قوله عليه الصلاه والسلام: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. بصح قال لنا انتوما المؤمنين كاين ضعيف وكاين القوي، بصح المليح عند ربي هو القوي. قوي بماذا؟ قوي بايمانك، قوي بمالك. انا احب يقول لك بلي تقدر دير المال، دير المال، كون كيما عبد الرحمن بن عوف، كون كيما عثمان بن عفان، كون كيما ابي بكر الصديق، كون كيما عمر بن الخطاب، الذين جهزوا جيش العسره، والذين بنوا المساجد، والذين اشترى عثمان بن عفان اشترى بالروما. الان كانت هنا الدوله تستقوى بمن؟ برجال اعمال. رجال اعمال، هذاك رجل اعمال قوته الاولى في ايمانه، لانه كان يكون عنده المال وكان يروح يسهر بهم، ما يجيش يعاون بهم، كان ما عندوش الايمان يروح يسهر بهم. اما لما كان عنده الايمان وجل المال معه، لما جل المال ولا المؤمن القوي. هنا مؤمن قوي، ركز على كلمه مؤمن قبل، مؤمن قوي عنده الايمان وعطى له ربي قوه، مؤمن قوي، مؤمن وعنده منصب يعاون بزاف، مؤمن وعنده شخصيه مليحه ما يخاف حتى واحد، ما يخافش. شفت هذا قتل هذا، انا نشهد، روح مع المحكمه ونجري ونشهد، ما نخافش، ما نخاف حتى حاجه. مؤمن وفي منصب تاعه، حطوه في المنصب، ما يخاف من حتى تهديدات، يطبق القانون كما امر وما يخاف من حتى تهديد. قوي عنده شخصيه قويه، ما يبداش يلعب هك وهك، قوي. مؤمن وحطه في البوابه، كما نقولوا احنا من الامير الى الغفير. لما تكون شخصيه قويه تتسقم كل واحد يحط في مكانه، تولي انت كي تكون عندك شخصيه قويه، تعودوا يعطولك حاجه حرفه، تقول لهم انا عبدكم الله ما عندي الحرفه هذه، ما تحطونيش فيها، بدلوا لي مكان، ما نسهلهاش. كي تكون انت قوي حقيقه، هذه هي الشخصيه القويه، وخاصه في التوكل على الله. الا الاذان شيخ اخينا. الشخصيه القويه بناها الرسول عليه الصلاه والسلام بربط الناس بالله تبارك وتعالى توحيدا وايمانا. قال ابن عباس وهو في عمره 7 سنوات، قالوا احفظ الله يحفظك. وزاد ابن له الشخصيه بماذا؟ قالوا فاذا سالت فاسال الله. وزاد ابن له بماذا؟ في قوله لما قالوا واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا لن يضروك، لن يضروك الا بشيء. عبد الله بن عباس كبر وراح ناقش الخوارج وما خافش. علاه؟ لانه كان صغير. علم النبي عليه الصلاه والسلام ان القوه قوه الله، وانه لا حول ولا قوه الا بالله. ولذلك لما راح ناقشهم ما خاف منهم، وهم الناس اكبر منه و6000 واحد،
وراح ناقشهم، وكان سببا في شراء السلم او المصالحه الوطنيه اللي صارت في ذلك الوقت سببها عبد الله بن عباس. هذيك المصالحه سببها عبد الله بن عباس اللي كان طفل صغير، هو النبي عليه السلام علمه احفظ الله يحفظك. شوفوا الان هذيك لمسات تربويه في بناء الشخصيه، ومن اهمها ونكملوا بها ان شاء الله عز وجل، ان النبي عليه الصلاه والسلام قال عليه الصلاه والسلام: الذي يعاشر الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يعاشر الناس ولا يصبر على اذاهم. حاب يقول لك كن قوي وعيش في وسط الناس واصبر على اهبالهم، وحاول تصبر وحاول دير، خليك تتكون، تكون في حي شعبي، تكون في عائله كبيره، وانت عليك المشاكل، عليك السرقه، عليك هذه، عليك الكلام، تكون تخرج عقليه ما شاء الله. اما لو كنت تروح تعزل في راس جبل وحدك تعيش سلامات، بصح ما راحش تقدر تصبر، ما راح تدير والو، ما راح تكون حتى حاجه، ما راحش تلمس لمسه جميله. لذلك المؤمن هو الذي يعاشر الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يعاشر الناس ولا يصبر على اذاهم. هذه هي لمسات الرسول عليه الصلاه والسلام، او هي ومضات بركه من لمسات النبي عليه الصلاه والسلام في بناء الشخصيه القويه. خليك بعد ذلك مما سنتكلم عليه ان شاء الله بعد الاذان من توصيه الرسول عليه الصلاه والسلام بالناس انهم يعملون ولا يمدون ايديهم للناس وغيرها من الاشياء التي سنلمسها ان شاء الله عز وجل بعد الاذان باذن الله. النبي عليه الصلاه والسلام عنوانه كيف ربى الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه، يعني ما شاء الله كتاب جميل جدا فيه لمسات جميله وكذلك مواقف جيده من النبي عليه الصلاه والسلام، انسان يقراه يستفيد منه، وهو بحث جامعي ماجستير او دكتوراه تقريبا لا اذكر، يعني هو الكتاب موجود عندي، فيعني ما شاء الله انسان يستفيد منه، وهناك كتب كثيره انسان يستفيد منها خاصه هذه الدراسات الجامعيه التي فيها جمع دقيق يعني ومحكم. الان قلنا ان الامور التي ربى عليها النبي عليه الصلاه والسلام الصحابه صغارا وكبارا هي العفه. العفه وكرامه النفس، كرامه النفس هذه المهمه. العفه وكرامه النفس. شوف الان العفه لها معاني كثيره، وانما احنا نتكلم على التعفف، التعفف من حيث ماذا؟ حفظ كرامه النفس. بعد ذلك سنتكلم على العفه التي هي تهذيب الشهوات وغيرها. شوف العفه، الرسول عليه الصلاه والسلام حرم علينا، قال يا قبيصة اعلم يا قبيصة انه تحرم المسألة الا على اثنين، ممنوع تمد يدك، قالوا الا على اثنين، علاه؟ حفظا لكرامة المؤمن. قال الاولى وش هي؟ الا الى ذي فاقة، انسان خلاص الحق به الامر كما يقولوا احنا الموس للعظم، خلاص شاف روحه اولاده يموتوا بالجوع، خلاص الحق لدرجة هذا يجوز له يطلب صاحب الفاقة. الفاقة هي شدة الفقر. الإنسان الثاني الذي تجوز له المسألة يجوز يطلب، شكون هو؟ الإنسان اللي يتحمل حمالة. ما معناته يتحمل؟ يتحمل ضمان. قال مثال زوج عائلته ولا زوج عروش راح يتضاربوا بيناتهم، يدخل هو بيناتهم يقول لهم حبسوا يا جماعة، شحال بيناتكم؟ مليار زوج، أنا أتحملها، خلاص حبسوا كيما راكم. ومسكين يلحق الوقت ما يقدرش يخلصها. بصح راهو حقن دماء هذا الإنسان. شحال من الدم كانت راح تسيل وحقنها حبسها وتحمل مسكين. هذا الانسان يجوز ينوض للناس يقول لهم يا جماعه انا تحملت واحد المسؤوليه، عاونوني الله يجازيكم خير، راني حصلت وراني الحمد لله صفيتها وصلحت بذات البين، صالح حصلت. هذا يجوز له. ما عدا هذا قال لك ما تمدش يدك، لانه في الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لئن يغدو احدكم، هنا يربي فينا باللي ما تعيفش الخدمه، المهم ما تمدش يدك، ما تعيفش الخدمه، المهم ما تمدش يدك. اذا تصور يقول النبي عليه الصلاه والسلام: لئن يغدو احدكم بحزمة حبلة بالحبل الى الغابة فيحتطب فياتي بحزمة من حطب فيبيعها ثم ياكل ثمنها خير له من ان يمد يده. خير من يتمد يدك، احسن. قال نروح نحمل ولا نرفد ولا ندير حاجة، المهم عندي بالك مرحلة ضاقت بيا ولا نروح نخدم ندير اللي عليا، المهم ما تشيدي ما نطلبش. واليوم رانا نشوفوا ناس سبحان الله، خاصة هذيك المساجد اللي تشوف الناس يجيك انسان ربما يرفدك يهرب بيك طول عرض سبحان الله. هذه المخدرات والقمار عادة هي التي تجي تنزع الحياء من وجه الانسان ويولي ينوض في المساجد ولا يروح الاسواق ولا ويقول الناس اعطوني، والناس يقولوا لي يا فلان روح تخدم ما يحبش يجي. شوف الان الرسول عليه الصلاه والسلام حب يربي لنا جيلا ما يكونش عنده هذا الوجه هذا الذي يروح يطلب هذه، لازم تحفظ ماء الوجه نتاعك. الناس بكري كان يشوف الجيعان مسكين باش يسلف ما يجيش يسلف، كاين الناس يروح باش يدير كريدي لداخل الحانوت يحشم كريدي، ما يقدرش، عنده البنات عنده الولاد كذا يحشم. فالناس اليوم صارت سبحان الله عادي ويكذب والنصب وغيرها،
من اشياء على المؤمن ماشي هذا. المؤمن هذا اللي يلحق الدرجه هذه ما راحش تستنى منه خير باش يدير انجاز ولا يبتكر ولا يقد امه او يدعو الى الخير او يقدم نصيحه، خلاص لا ولا يطلب واش تستنى منه، ما كاين والو مسكين، تولي ما عنده حتى شخصيه. اذا كاين واحد كيما نقولوا احنا المينيموم، حبس كيما راك، ما تروحش تطلب، لا حبس تروح تخدم اي حاجه كذا، ومن بعد الناس لا فهموا بليك محتاج يعاونوك ما كاينش مشكل. اذا جاءك مال من دون استشراف فقولك الناس بليك ما عندكش كذا عطاوك، شد ماهيش مشكله، بصح باش تمد انت يدك وتقول الناس عطوني تروح قيمتك. فالنبي عليه الصلاه والسلام يحب يحافظك على كرامتك. وانا نعطيك الان في القران الكريم، شوف الان واحد الحاجه انا نعيشوها احنا حياتنا اليوميه في الحج مثلا، في الحج لو كان الان انا دوكا نقول اصلا ندبر قيس البي وكذا ورحت تما ومن بعد ربي يفرجها سهله، ومن بعد تما حط راسي وين جات، وبعدين ولينا نتطفل الان على الناس في خيامهم في مينا مثلا، ولا نروح نتطفل على الناس في فنادقهم او غير ذلك، ولا نطلب الناس ونقول لهم ما يعرضونيش هما، انا نروح انا نقول لهم ندخل، انا ندخل انا في مكانك، ولا ندي باسك واحد اخر، ولا تروح تردي. لان الرسول عليه الصلاه والسلام او الله تبارك وتعالى وش قال في الحج؟ وش قال؟ قال وتزودوا فان خير الزاد التقوى. الزاد الذي امر به الله عز وجل الاول وتزود هو الزاد المادي، هو الزاد المادي. لان اهل اليمن وش كانوا يقولوا؟ كانوا يقولوا نحن المتوكلون، كانوا يقال لهم كانوا يقولوا لهم يا ناس راكم رايحين الحج، ارفدوا معاكم ارفدوا معاكم الزاد نتاعكم ماكلتكم وشرابكم وغير ذلك وروحوا باش تمدكم بقيمتك، ربي يحب يحفظ لك. انا درت بحث محكم راه منشور مقاصد الحج، وذكرت بانه من مقاصد الحج هو حفظ كرامتي وعزة المؤمن. على روح ذل نفسي انا تما، مد نفسك لحتى امام انسان، روح بمالك ما عنديش يا اخوي ما نروحش، انا نبقى بكرامتي، علاش انا نعبدوا في ربي باش نكونوا كرماء. الان اهل اليمن وش قالوا؟ قالوا انا نحن المتوكلون، فصاروا يذهبون الى الحج ويتسولون، يروحوا الناس ما عندهمش واش ناكلوا، بيتونا وكلونا شربونا. فانزل الله تبارك وتعالى باش يحفظ لك كرامتك، قال لك انا حبيتك تروح تعبدني وتذل نفسك ليا برك، ما تذلش نفسك للناس. قال لك الان روح بكرامتك، بصح كي تحب تبكي وتذل نفسك وتحط وجهك ليا انا اللي خلقتك، اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. اذا الان الذل هذا اللي تديره انت غير لربي برك، اما الانسان ما تذلش نفسك ليه. قال لك ربي عز وجل وتزودوا، باجماع المفسرين ان كلمه وتزودوا الاولى هي الزاد المادي، بالك تغلط. ومن بعد فان خير الزاد التقوى، هذا كنسموه احنا الالتفات والتنبيه على ما هو اولى. الان شوف الان احفظ لك كرامتك حتى وانت تروح تحج، تقولش انا نروح لا سنة تما وسلكها وما كاينش مشكل وتما ربي يفتحها وكذا، ومن بعد تروح تما تقول اسمع ندخل تدخل في وسط الجماعه والجماعه يشنفوا عليك ولا تدي، لا لا سيدي انا كإنسان كريم احفظني ربي واعطاني العزه تاعي، وربي يجعل من مقاصدي هذا الدين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. انت عزيز، انت تارك عند ربي غالي غالي على الدنيا وما فيها، على ذل نفسك. فاذا الرسول عليه الصلاة والسلام قالنا قالنا ما تسألوش، روحوا للغابة جيب حطبات بيحة نحي هذه بيحة ودير هذيك الحاجة، انشط اعمل تحرك، وما تروحش تمد يدك للناس الا اذا قدر الله تحرك تودرت والله غالب ما كاش ولحقت الحاجة المستعظم يجوز لك. شفت كيف الان ديننا نظام عجيب، نظام عجيب، تربية تفوق الخيال عند الرسول عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر نشر الوعي وتصحيح المفاهيم عند النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هذه ماشي لمسة وإنما من أسس التربية عند الرسول عليه الصلاة والسلام، نشر الوعي تصحيح المفاهيم. شحال احنا عندنا من حاجة غالطين، نعطيك تصحيح المفاهيم. الناس عندهم بشريتهم، احنا في العادة تاعنا بلا الإسلام بلا الدين، وكان تجي تشوف الأعراف تاعنا والعادات وكذا تلقى أشياء مع التقادم التراكم المعرفي والتقليد هذا الذي يسرى عند الشعوب عادي، الحالات الاجتماعيه وغيرها، تلقى الاعراف والتقاليد كذا تلصق اذهاننا، تلصق في خرافات، تلصق فينا عادات، تلصق فينا اشياء، هذيك الاشياء هذيك اللي تلصق في اذهاننا يجي الاسلام يصحح لنا الوعي تاعنا. مثلا احنا نباشروا بزاف الماده، نبيعوا ونشريوا ونخدموا نهضروا على الشهريه نهضروا كذا، ولينا ناس ماديين. يجي الاسلام واش يدير لنا؟ يعطينا الالتفات أننا ننتبه إلى الدار الآخرة، ننتبه إلى المعنويات والروحانيات، ننتبه إلى الأدبيات، ننتبه إلى المبادئ، ما نقعدوش غير ماديين فقط، لأن المادة تنقل البشرية إلى البهيمية، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا واش دار لنا الإسلام؟ أعطانا واحد اللمسات،
وهي تصحيح المفاهيم. من بين الأمور أتدرون من المفلس؟ قال المفلس من لا دينار له ولا درهم. هذا هو احنا نفهمه هكذا. قال لهم لا لا، المفلس يوم القيامة من يأتي بصلاة وصيام وصدقة وقد شتم هذا وضرب هذا. شفت كيف احنا رانا بنخمو غير إفلاس تاع الدنيا، والرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يلفت الانتباه إلى إفلاس الآخرة الذي هو المهم أن ننتبه إليه. من الأمور التي صحح فيها مفاهيم الرسول عليه الصلاة والسلام هي الشدة. قال شاف الصحابة جايزين يديروا المسكين أصلا، قال وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نرفع أحجارا، كانوا يرفعوا في الحجر ويديروا في المسكين أصلا باش يربيوا العضلات الصحابة رضي الله عنهم. فنظر إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وش قال لهم؟ قال لهم ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. السرعة هي الكاو سماتيات ولي بروفيسيونيات ولي تضرب كاو تهبط. الآن قال لك تحب تولي بطل تاع الأبطال ماشي تضرب كاو. رحت درت شامبيونة في دافريك نتايا واش درت؟ ضربت كاو طيحت جبت شامبيونة. دوك ربي يعطيك شامبيونات أخرى زايدة. وشن هي؟ هي البطولة التربوية. البطولة التربوية أن تتمالك نفسك عند الغضب، تملك نفسك عند الغضب ما تضربش. هنا تولي رياضي حقيقي. هذا هو المؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم الشديد ماشي اللي يضرب، قال لهم الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لماذا؟ لأن أقوى قوة جامحة يعاني منها الإنسان هي قوة الغضب، قوة الغضبية كما ذكر ابن القيم رحمه الله. هذه القوة الغضبية التي أشدها القتل، ولا يقتلون النفس التي حرم الله بالحق. لو كنت تحاربها أنت راك قوي بزاف، راك قوي أكثر من الرياضيين. إذا النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا قال لهم ديروا سبور مليح كذا مش مشكلة عادي، ولكن لابد أن لا تنسى بأنه كاين واحد التربية عندنا في ذاتنا ما تخلوش عليها، وهي ماذا؟ أن تملك نفسك عند الغضب، تولي تبقى مالك نفسك عند الغضب. من بعد واش يدير هنا؟ درنا بالياج، نحلنا كامل هذاك هذوك الناس اللي يتعلموا على تمشي يحقروا الناس الحديد والحقره كما نقولوا احنا دركا. هذوك الناس اللي يروح يدير الحديد باش يحقر الناس، يدير الحديد باش يوري روحه، ولا لا انا ندير الحديد وندير الرياضه القتاليه وندير هذه وندير هذه. علاه؟ باش انا نتربى رياضي حقيقي، رياضي نشعر بقوه داخليه عندي تروازيام دان دوزيام دان. كاين اللي يشوف روحي قوي عليك بزاف ما ضربتكش. هنا القوه، هنا البطوله. اش البطوله؟ انت تهضر وتسبني وكذا وانا شكيت روحي باللي قادر ندير كوي. كيش تروحي قوي؟ هنا البطوله، بطوله الرياضي الحقيقي. من هنا انا نقول لهم دائما سبحان الله هناك ايات واحاديث تصلح شعارات، تصلح شعارات. واحد يدير صاله تاع سبور مليح يديرها له من داخل ليس الشديد بسرعه، هذا شعار في الدخله يقراه الانسان ويبث تربيته للرياضيين وخليه يربي العضلات الله يعينه ويزيده ما شاء الله، حاجه طيبه ما شاء الله. اذا الان هذه من نشر الوعي عند النبي عليه الصلاه والسلام. عباكم الرسول عليه الصلاه والسلام كان ما يسمى عنده عند النبي عليه الصلاه والسلام داخل الدوله تاعو واش عنده؟ كان عنده سلم داخلي، كان عنده مناعه داخليه. أرواح نتايا وجيب له أيدي خارجية ولا أي واحد يروح يخلط له في الناس. كعب بن مالك كان من الثلاثة الذين خلفوا ولا لا؟ لا، هذا كعب بن مالك بعثوا له رسالة من خارج الوطن، ملك غسان دولة من أعظم الدول هذاك الوقت، قالوا له الحق بنا نواسيك، طبقها ورماها وحرقها في الكانون. قال لهم هذه مصيبة أخرى، كي ولاو الكفار يساموا فيها. مناعة رباهم النبي عليه الصلاة والسلام عليها، مهما كانت الظروف هو الآن ينتمي، عنده انتماء ما يقدرش يخليها، عنده هوية ما يقدرش يخليها. كعب بن مالك ورانا الوعي اللي رباه الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه النتيجة تاع تربية النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك نوقف عند آخر نقطة لأن الوقت داهمنا. كان النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر الشيخ من قبل، كان الرسول عليه الصلاة والسلام في لمساته التربوية كان عنده المدح والتشجيع والكلمة الطيبة والمكافأة. ربيع الأسلامي كان طفل صغير يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، يقعد عند الباب يباد يقول يا رسول الله تحق الماء نجيب لك نعمر لك الماء نوضو أي حاجة تبعثني نشري أي حاجة لهنا. طفل صغير حطته يماه خدام للرسول عليه الصلاة والسلام، حب يكافئ النبي عليه الصلاة والسلام ناداه أعطى له مكافأة، قال له سلني عندك أنت الحق دوكا تسأل أي سؤال نعطيه لك. فقال له راح فكر ورجع وقال له إني أسألك مرافقتك في الجنة. شوف الآن مكافأة علاه، شحال هو يخدم في النبي عليه الصلاة والسلام. من بينها كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، تكميل للذات بناء الرجل ويخدم أو يخدم وغلط غلط في غلطة نزيدو نكملوا له، ما نقولوش أنت عيان في هذيك الحاجة ما عجبتنيش، علاش في هذيك الحاجة ما عجبتكش أنا والكلام تاعي كاع ما عجبكش اللي فات، خلاص ما عجبتكش في هذيك الحاجة طبقها والباقي ملاح نمشي ملاح ملاح. أي واحد فينا يخدم يغلط ولا لا؟ لا
لازم نكملوا بهذه الطريقه، نشجعوا الناس، ماشي انت ما تسواش، لا لا، انت ما شاء الله لو كان نحيي هذيك العاده، انت ما شاء الله لو كان تسقم هذيك العفسه هذيك، هذا ما كان، خلوه يكمل، نشجعوه. والله العظيم اكمل الناس فينا الان يحتاج الى كلمه طيبه. قال النبي عليه الصلاه والسلام: عباده جعلها عباده، كذكر انواع الاعمال الصالحه، قال: ولو ان تؤنس الوحشان، واحد مهموم حاط يده على خده، تروح تونس وتقول له كلمه طيبه ولا تبعث له ميساج مليح، عباده. هكذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام، ولذلك اراد ان يمدح رجل فقال له: انك فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والاناه. شاف في حاجه شابه ما شاء الله، كلكم الان انا نقول لك كلكم فيكم طاقات جباره، وكلكم فيكم امور مليحه، والله بالك واحد فيكم يسمع مدح في يوم من الايام، بصح كامل فيكم حوايج ملح. كاين واحد انسان متسرع نحتاجوه، وكاين انسان متاني نحتاجوه، كاين انسان يهضر بزاف نحتاجوه، كاين انسان يصدم صدام، نقولوا انت تسحقوك اروح، عندنا واحد جماعه نحتاجوهم يصلحوا بيناتهم، انت روح عند هذاك تهضر معاه تهضر به، اذا نسحقوك في ذات الصلح، صلح ذات البين. وكاين ناس حيي خليه في الحياه نتاعو، وكاين انسان ذكي حطوه في مكانه، وكل واحد الا وفيه خصله مليحه، نمدحوهم نقول لهم انت ما شاء الله وانت تعجبني في هذيك، ما نروحوش للسلبيات. للاسف جلست مع علماء في علم الاجتماع في بلدنا، والله يصنفون مجتمعنا مجتمعا سلبيا، نذكروا غير السلبيات، نحبوا بزاف نذكروا السلبيات. كاش ما شفتوا واحد دار محتوى هكذا وراح مثلا في بلديه ولا كذا وقال شوف وجدت واحد الحاجه عجبتني ما شاء الله في هذا البلديه او امام هذا المنزل او هذه كذا، نشروا الايجابيه، من دورنا اننا نشروا الايجابيه، نمدحوا الناس. اي واحد يدير حاجه يقول والله اول مره نلقى واحد هكذا ما شاء الله، بارك الله فيك يعطيك الصحه. تصوروا كان تحفيز نسميوه، تصوروا كان واحد مسؤول يحكم واحد يسقي له واحد تايا جماعه واحد يديروا حفله اليوم، شكون علاه؟ هذا الخدام هذايا لاحظت 5 سنين 10 سنين وانا خدام مسؤول عليكم، دائما يجي هو الاول، انا حبيت نكرمه الان، شفت المدح على بالك واش يقولوا الاخرين، كامل يمشيوا لهذيك الطريق. كاين حاجه نسموها التحفيز، نسيناها على بالكم، نسيناها، وحنا غير العقوبه، الذم، الكلام السلبي، لابد علينا ان ننتفض على اخلاقنا.